يشارك في هذا الملتقى باحثون من دول مختلفة مثل بولونيا، فرنسا، إيطاليا وتونس، بالإضافة إلى باحثين جزائريين من مختلف الجامعات. من بين المواضيع المطروحة للنقاش والتي أعطيناها الأهمية القصوى هي الأمن الغذائي والصحة الحيوانية والصحة الإنسانية. التلوث الحيواني هو في تصاعد كبير على المستوى العالمي بسبب التزايد الديموغرافي وتطور المستوى المعيشي لبعض الدول، كما هو الحال في الصين والهند وعدد من الدول الناشئة. نعرف أنه كلما تطور المستوى المعيشي يزداد الطلب على المنتوجات الحيوانية. من أكبر التحديات التي تواجهنا مستقبلاً تلك التي تتعلق بكيفية تحسين الإنتاج والإمكانيات الحالية بأقل الأسعار على المستوى البيئي. يتيح لنا هذا المؤتمر فرصة ثمينة لتبادل الآراء حول السبل العملية لمواجهة تحديات قطاع الثروة الحيوانية. سأتطرق في حديث اليوم إلى عدة محاور أساسية، منها الحفاظ على التنوع الحيوي والتنمية المستدامة وغيرها، كما سنتناول سبل تحسين جودة المنتوجات الحيوانية في ظل التغيرات المناخية والتطرق إلى مشكلة الإجهاد الحراري والأمراض المختلفة.